أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في الجامعات الحكومية تتواصل فصول المواجهة بين أعضاء هيئة التدريس وبين إدارة الجامعات المعينة من قبل الميليشيا على خلفية عدم صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس للشهر الخامس. في هذه الحلقة نتوقف عند هذه القضية لنناقش آخر تطورات التصعيد الذي تنفذه نقابة أساتذة وموظفي الجامعات وآفاق هذا التصعيد. في جامعة صنعاء، ومع استمرار إدارة الجامعة في إجراءاتها التعسفية بحق أعضاء هيئة التدريس وعدم استجابتها لمطالبهم، انتقلت النقابة إلى الإضراب الشامل قبل أيام، ما أدى إلى إيقاف امتحانات الفصل الدراسي الأول. ولكن إدارة الجامعة المعينة من قبل الميليشيا تلجأ لأساليب وصفتها النقابة بأنها غير شرعية، منها انتحال صفة أعضاء هيئة التدريس بعد أن وضعت أسئلة الامتحان عن طريق أشخاص ليسوا مدرسي المواد. في جامعة الحديدة أيضا ينفذ أعضاء هيئة التدريس إضرابا آخر، معلنين رفضهم لتصحيح دفاتر الامتحانات وتسليم النتائج بعد أسابيع من التصعيد الذي لم تستجب له إدارة الجامعة. إلى أين يمضي تصعيد الجامعات الحكومية؟ وكيف تتعامل معه سلطات الميليشيا؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم من الزوايا. وقبل أن نبدأ نقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. شرارة الغضب في الجامعات اليمنية تتسع في حين تستمر سلطات الانقلاب بتجاهل مطالب نقابة هيئات التدريس في عدد من الجامعات الحكومية والتمادي في إجراءاتها التعسفية في وجه هذه المطالب. جامعة الحديدة بعد جامعة صنعاء تعلن تعليق العملية التعليمية على خلفية عدم صرف رواتب هيئة أعضاء التدريس في الجامعة، فيما من المتوقع أن تمتد تلك الإجراءات إلى عدد آخر من الجامعات الحكومية مع دخول الشهر الخامس دون رواتب. تتفاعل القضية بشكل تصاعدي منذ أشهر تحت لافتة المطالبة بصرف الرواتب ووقف تدخلات سلطة الميليشيا في عمل الجامعات وقراراتها. في جامعة صنعاء أعلنت نقابة هيئة التدريس الإضراب الشامل قبل أيام، ويشمل ذلك الإجراء إيقاف الامتحانات في جميع الكليات للفصل الأول من العام الدراسي، وهو ما لقي تجاوبا واسعا في أوساط هيئة التدريس، ولكن إدارة الجامعة المعينة من قبل الميليشيا تسعى لإفشال هذا الإضراب، ولم تتوقف عند الدفع بالأساتذة الموالين للميليشيا بالبدء في الامتحانات، بل عمدت إلى فرض أسئلة امتحانات معدة من أشخاص غير أساتذة المواد المضربين، وهو ما عدته النقابة انتحالا غير قانونيا بحسب بيان صادر عنها. في جامعة الحديدة والتي كانت قد بدأت فيها الامتحانات قبل قرار الإضراب، أعلنت هيئة التدريس إيقاف عملية تصحيح الدفاتر وتسليم النتائج حتى رضوخ إدارة الجامعة لمطالب النقابة، وهو ما يبدو مستبعدا في الوقت الراهن مع لجوء إدارة الجامعة إلى الحلول التعسفية مستندة إلى سلاح الميليشيا وطريقتها في إدارة البلد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من الحديدة مع المتحدث باسم المجلس الأعلى لنقابات هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الدكتور منصور القدسي. مرحبا بك دكتور منصور. أهلا وسهلا فيكم، ونشكر قناة بلقيس على استضافتنا لهذا البرنامج الذي يناقش قضية محورية داخل الجامعات اليمنية. أهلا بك دكتور منصور. بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قمتم بها، الآن أعلنتم عن بدء إضراب وإيقاف العملية التعليمية، ما هي أبرز مطالبكم من وراء هذا الإيقاف ومن هذا الإضراب؟ طبعا قرار الإضراب اتخذه هو المجلس الأعلى لنقابات أعضاء هيئة التدريس المساعدين في الجامعات الحكومية، نعم، بالتنسيق مع أعضائه والممثلين لكل النقابات أعضاء التدريس في جميع الجامعات الحكومية. القرار اتخذ بعد أن استنفذنا كل الطرق والمبادرات التي قدمناها من أجل صرف رواتب زملائنا أعضاء التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية دون أن نجد من يستجيب لنا. فصبرنا طيلة الفصل الدراسي الأول ونحن نقوم بواجبنا التدريسي على أكمل وجه، وطفح الكيل لدى كثير من زملائنا وهم يقومون بهذه المهمة الكبيرة، وتقديرا منا للوضع تحملنا كل المصاعب وتحملنا زملائنا الظروف المعيشية القاسية
ونجحوا في أداء واجبهم الوطني اتجاه طلابنا في إنجاح العملية التعليمية رغم شظف رغم بؤس الحاجة وشظف العيش الذي كانوا يعانون منه. وبحمد الله تمكنا وأدينا واجبنا الوطني على أكمل وجه دون أن تستجيب لنا أي حكومة تمثل طرفي الصراع للأسف الشديد أو تراعي الدور الكبير الذي نقوم فيه اتجاه أبنائنا الطلاب. وبعد أن استنفذنا كل الجهود قررنا أن نتخذ هذا القرار وفق طرق مشروعة وقانونية كفلها الدستور. فرفعنا الشعارات الحمراء ورفعنا الشعارات الصفراء وقررنا الإضراب الجزئي ومن ثم الإضراب الشامل. وهذا القرار اللي اتخذناه هو حق قانوني ودستوري كفلته كل الدساتير والشرائع في جميع دول العالم. نعم دكتور، كيف تعاملت إدارة الجامعة مع إعلانكم هذا؟ ما هو كان رد الفعل؟ للأسف الشديد قيادات الجامعة بدلا من أن تستجيب لنا وتثمن الدور الكبير الذي قام به زملائنا في إنجاح العملية التعليمية تحاول جاهدة إلى شيطنة هذا المطلب. هذا المطلب مطلب مشروع وهو مطالبة أجورنا بمقابل عمل كبير قمنا فيه، ونحن ندعوهم إلى استعادة ثوابهم الأكاديمي وعدم زج الجامعات بالصراعات السياسية التي لا معنى لها. فنحن نمثل نخبة المجتمع والتاريخ سيحاسبنا بضرورة أن نوظف معارفنا التي اكتسبناها من خيرات هذا الوطن من أجل إنقاذه بدلا من إقحام الجامعات في هذا الصراع العبثي. نعم. فما يوصف له أن كثير من قيادات الجامعة حاولت أن تخون وحاولت أن نشيطن هذا المطلب رغم أن هذا المطلب كفله القانون والدستور، ونحن نستنكر كل التصرفات الغير مسؤولة التي يقوم فيها البعض، وندعوهم باسم الضمير الأكاديمي وباسم الأعراف الأكاديمية إلى الاستجابة لمطالبنا المشروعة وعدم وإثبات ولائهم الأكاديمي للجامعات. دكتور منصور وضحت الفكرة، سأعود إليك. نعم تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشارك معنا في الحديث من صنعاء المسؤول الثقافي بنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء الدكتور هشام ناجي. مرحبا بك دكتور هشام. أهلا وسهلا دكتور هشام. إذن لعلك استمعت لحديث الدكتور منصور ورد الفعل تجاه تحركهم للحصول على رواتبهم ونحو إضرابهم لعدم الاستجابة لمطالبهم. أنتم في صنعاء كيف تمضي فصول الإضراب ورد الفعل؟ طبعا احب ان اوضح انه الاضراب في جامعه صنعاء هو مثله مثل بقيه الجامعات الحكوميه، لانه عمليه الاضراب هي تسير وفق قرارات المجلس الاعلى للتنسيق بين النقابات في الجامعات الحكوميه. نعم. فتقريبا نفس الفعاليات التي تقام في الجامعات هي ايضا تقام في جامعه صنعاء. جامعه صنعاء يسير فيها الاضراب بشكل ممتاز. الكثير من الكليات او من اعضاء التدريس ملتزمين بقرارات الاضراب. قياده الجامعه طبعا تحاول ان تفرض بعض او توجه التهديدات واسلوب التقوين والتهديد بقطع الرواتب التي هي اساسا غير موجوده، وهذا قد تم التوضيح للزملاء انه لن يتم رفع الاضراب ولن يثنينا التهديد والوعيد عن السير في عمليه الاضراب او فعاليه الاضراب، لانه هذا مطلب حق ليست مطالب ترفيهيه او مطالب تزيد عن حاجه الانسان، هي مطالب اساسيه. العضو التدريس من حقه ان يعيش، من حق أن يستلم أجل مقابل العمل. نحن عملنا 4 أشهر بدون مقابل، عملنا بكل تفاني وإخلاص، استطعنا أن احنا يعني ننهي الفصل الدراسي الأول للطالب، الآن أصبح معه الحصيلة التدريس لمدة 4 أشهر اللي هي فترة التدريس للفصل الأول، وبقي فقط عقد الامتحانات. فحتى يعني وضعنا من ضمن التوجهات أن احنا
عملية الإضراب تكون فرصة للطالب أنه يستذكر دروسه، أنه يستطيع أن يشتري الملازم الكتب بحيث أنه يستعد للاختبارات بالشكل المطلوب. نعم، تحدثتم أنتم في بيان للنقابة عن قيام إدارة الجامعة بمحاولة إنهاء الإضراب عن طريق تقديم أسئلة وضعت من قبل أناس من خارج الكادر التعليمي ومدرسي المواد ومن غير ذوي الاختصاص. كيف تعاملتم أنتم مع هذه القضية، وهل سيؤثر على استمرار الإضراب؟ هل ممكن أن تحدث الامتحانات بهذه الأسئلة؟ طبعا هي ما ذكرتيه وما ذكرناه في بلاغنا الصحفي هو بالفعل حدث يمكن ثلاث مواد. طبعا عشان يكون واضح، الامتحانات هي بدات في كليتي الحاسوب والاداب من هذا الاسبوع. طبعا كان معنا كليه اللغات، هي بدات في الاختبارات قبل اعلان الاضراب، فاستمرت فيها العمليه التعليميه عمليه الاختبارات، واعلنوا اعضاء التدريس بعد انهاء الاختبارات انهم لن يسلموا النتائج ولن يدخلوا في الفصل الدراسي الاول حتى ترفع النقابه القرار بالاضراب، يعني كالتزام منهم للنقابه. اما في كليه الاداب، عملت كليه الاداب على تقديم اعضاء التدريس والمعيدين من توجهات اللي هي تتبعهم في بدايه الاسبوع حتى يظهروا كان الامتحانات تسير بالشكل المطلوب، وحتى نزلوا بكل قياداتهم مع قياده التعليم العالي ليظهروها في التلفزيون ان كل شيء على ما يرام وان الاضراب فشل وان الدكاتره ملتزمين بالتدريس وبالعمليه الامتحانيه. وهذا طبعا يعني مخادعه للراي العام، لانهم بداوا زي ما قلنا باعضاء التدريس الموالين لهم. في اعضاء طبعا هي التدريس اللي هم كانوا من يعني اللي هم ملتزمين بقرار الاضراب قرار النقابه، رفضوا عقد الامتحانات، حاولوا رؤساء الاقسام التابعين لهذه السلطه ان يضعوا الاختبارات. الشيء الرائع والذي لم نكن نتوقعه ان الطلاب انفسهم، الطلاب والطالبات في المقررات او في لهذه المقررات رفضوا عقد الامتحانات وقالوا لن نحن نتضامن مع اساتذتنا لانهم عملوا بكل تفاني واخلاص معنا منذ 4 أشهر، ولا يمكن ان نطعنهم في الظهر وان نختبر لاعضاء التدريس يعني بدلاء عن اساتذتنا. وخرجوا من داخل القاعه، وحتى الان على ما سمعنا في الامس في عماده كليه الاداب يريدون ان يتخذوا قرار بفصل طالبين او طالب وطالبه اللي هم مندوبين الدفع التي خرجت من تلك الامتحانات، وهذا شيء رائع جدا. الدكاتره الان يرفعون بشكوى لقيادات الجامعه، وقد نرفعها حتى الى القيادات الجهات المعنيه، انه اي دكتور ينتحل شخصيه الدكتور ويضع الاختبار بدلا عنه دون موافقته فهذا يعتبر انتحال شخصيه، وسيتم رفعها الى القضاء ومحاكمتهم على ذلك، ولن يتم اعتماد هذه النتائج. نعم، وضعت الصوره. اذا دكتور هشام تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لان اعود مره اخرى الى الدكتور منصور القدسي الذي هو معنا من الحديدة. دكتور منصور، الآن ما هي الجهود القائمة؟ هل ستواصلون الإضراب ورفض تسليم النتائج، أم أن هناك جهود لحل الأزمة؟ هل هناك تنسيق معكم لحل الموضوع؟ هناك محاولات قام بها وزير التعليم العالي الأستاذ حسين حازم. نعم. وتم اللقاء بوزير المالية الأستاذ صالح شعبان على أمل تنفيذ وعودهم، ونحن اشترطنا عليهم أن يوفوا بتعهداتهم ونلمس خطوات ملموسة بوضع معالجات جذرية كما ونطالب حكومة بن داغر بالوفاء بتعهداتها. نعم. بصرف الرواتب لجميع موظفي الدولة. نعم دكتور منصور، أنت تحدثت قبل قليل في السؤال الأول أنكم تواصلتم مع جميع الأطراف، هل أفهم من ذلك أنكم تواصلتم مع حكومة بن داغر، مع الحكومة الشرعية بهذا الخصوص؟ حاولنا عمل مذكرات لحكومتي بن حبتور وبن داغر ونلمس وعود شفوية أو وعود إعلامية يسمعها الكثيرين، لكننا على أرض الواقع لم نلمس أي شيء. فإضرابنا مستمر، وقرارنا في توقيف العملية التعليمية مستمر إلى أن يتم تنفيذ مطالبنا المتمثلة بصرف مرتباتنا طيلة 4 أشهر. نعم. ووقف كل المخالفات التي لا تتماشى مع قانون الجامعات والأعراف الأكاديمية
حفاظا على سمعة جامعتنا. وكما أؤكد باسم المجلس أدين ما تعرض له أحد الزملاء اليوم في جامعة دمار من تهكم من قبل رئيس الجامعة العميد كلية التربية الدكتور محمود مغلس، الذي تعرض لنوع من التهديد بعد أن اتخذ مجلس الكلية برئاسة العميد تأجيل الامتحانات استجابة لقرار المجلس. وبدورنا ندين هذا الترهيب وهذا التصرف، وندعو قيادة الجامعات إلى الاحتكام إلى الأعراف الأكاديمية وإلى العودة لحق الزبالة. فنحن الأبقاء لا الكراسي، الشرف اللي بهنا هو الأبقاء لا عبث الساسة. فنناشدهم بالعودة إلى قادة الصواب للمحافظة على النسيج الاجتماعي داخل الجامعات، وبحيث نشكل نموذج. نحن لا نطلب المستحيل، هناك إيرادات تفوق مئات الملايين داخل الجامعات، وقدمنا مصفوفة حلول لقيادات الجامعات. نعم. أن تتخذها حلول داخلية بيد الجامعات. نعم. من هذه الإيرادات على سبيل المثال تقديم سلف لأعضاء التدريس ليتمكنوا من البقاء. نعم. والعيش. نعم دكتور، كنت سأتي إليك بهذا السؤال. لم نجد أي استجابة. نعم دكتور، كنت سأتي إليك بهذا السؤال، أين هي إيرادات الجامعة قد تكون كافية لدفع رواتبكم؟ إلى أين تذهب هذه الإيرادات؟ لماذا لم يتم دفع رواتبكم من هذه الإيرادات؟ نحن قدمنا مصفوفة حلول في جامعة الحديدة على سبيل المثال. نعم. ولم يتم الاستجابة لها، وتم اللقاء ايضا مع نقابه زملائنا في نقابه اعضاء التدريس في جامعه صنعاء مع رئيس جامعه صنعاء وبحضور وزير التعليم العالي، وللاسف نجد وعود لكننا لم نلمس شيئا على الارض للتخفيف من معاناتنا ومعاناه زملائنا الذين يعانون الامرين، مراره الترهيب ومراره التجويع ومراره التخويم. فنحن نرفض هذا الاسلوب. فالوطنية نحن مارسناها سلوك طيلة 4 أشهر نخدم هذا الوطن دون أن نبحث عن مقابل، ونأخذ ديون ونحرم أطفالنا كثير من مقومات الحياة من أجل أن نقوم بهذه المهمة الوطنية، وأدينا هذا الواجب الوطني على أكمل وجه. ومن يزايد علينا اليوم باسم الوطنية نقول لهم نحن نتحداكم أن تصبروا أسبوع واحد بدون أن تمس أيديكم إيرادات الجامعة. نعم. أو أن تأخذوا مقابل. نطالبهم أن يؤدي واجبهم الخدمي في قيادات الجامعات دون أن يمسوا فلس واحد من إيرادات الجامعات، لكنهم لنا العناء، نحن أعضاء التدريس ولهم الغناء. هم من يشتروا السيارات، وهم من يدرسوا أبنائهم في أفضل المدارس، وهم من يعيشوا حياة ورخاء دائم، ويطالبون مننا أن نصمت وأن نجوع بمذلة، وهذا شيء غير منطقي وغير عقلاني. نعم. فنحن ندعوهم باسم الوطنية أن يمارسوا الوطنية التي مارسناها، أن يصبروا شهر واحد من المعاناة اللي صبرناها. نعم. لكنهم أن يعيشوا وأن يأخذوا هذه الإيرادات ويوظفوها لمصالحهم الخاصة دون أن يراعوا مصالحنا، فهذا شيء مرفوض ولم نقبل فيه. نحن تحملنا الكثير تقديرا للظروف الحرجة التي يمر بها الوطن، وبذلنا كل ما نستطيع من أجل إنجاح العملية التعليمية، وما اتخذناه من قرار في وقت الامتحانات أو حسب النتائج هو وسيلة ضاغط قانونية كفلها القانون والدستور. نعم، إذا وضحت الفكرة دكتور منصور القدسي المتحدث باسم المجلس الأعلى لنقابات هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، كنت معنا من الحديدة، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك دكتور هشام، هناك أنباء عن قيام مسؤولي الميليشيا بالتهديد بإلغاء النقابة وحلها، ما مدى قانونية مثل هكذا فعله؟ هل يمكنها فعلا القيام بذلك؟ طبعا النقابات هي لها قوانين مستقلة لا تربطها أي علاقة أو تبعية لأي مؤسسة من مؤسسات
الدولة التي تقام فيها هذه النقابات. الجهة الوحيدة التي تشرف على النقابات هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لديها قانون خاص بقانون اللي هو قانون العمل، قانون النقابات. هذا القانون يعطي الحق للنقابات بالإضرار بالاحتجاجات وفقا لخطوات معينة حددها القانون. نحن قمنا بهذه الخطوات بشكل يعني سليم وقانوني. اما حكاية حل النقابات هذه، طبعا هي وردت في منشور للأستاذ حسين حازم بأنه لا داعي للنقابات، وطبعا تواجهنا مع الأستاذ حسين حازم وسألناه عن هذا المنشور، فقال انه لم يقصد اطلاقا انه كان يريد ان يحل نقابه اعضاء التدريس، انما اراد ان يقول انه لو طبقت القوانين بالشكل المطلوب وبحذافيرها لن يكون هناك ظلم ولن يكون هناك داعي لان تتحرك النقابات للمطالبه بحقوق اعضاء هيئه التدريس. هذا كان قصده، فهو نفي تام انه يريد ان يحل النقابه. طبعا هذا على لسانه، لكن نحن نعلم ان هناك في قيادات الدوله هناك من يسمونهم بالصقور الذين لا يريدون اي فعل يقول لا، او اي فعل يطالب بحقوق، او اي فعل يندد بقيادات فاشله او قيادات يعني تخطئ في يعني اداره الدوله. نعم. فبالتالي اي فعل من هذا النوع هو يثيرهم، وبالتالي يصدرون بين الحين والاخر التهديدات، يا اما بحل النقابات، يا اما بالسجن والحبس، يا اما باستهداف يعني اعضاء التدريس. لدينا اعضاء التدريس تم ممارسه التهديدات والتهديد بشكل والتشويه بسمعتهم بشكل يعني سيء جدا. نعم. شكل يشير الى الافلاس في هذه القيادات او في الصقور من هذه القيادات. نعم دكتور، في حال استمرار التعنت من قبل اداره الجامعه وسلطه الميليشيا، ما هي خطواتكم القادمه؟ ما هي الخيارات امامكم الان؟ في الواقع هو ليس لدينا هو اي خيار اخر الا مواصله الاضراب. الاضراب هو تعتبر اخر خطوه في التصعيد النقابي، فبالتالي نحن يعني لدينا اللي هو فعاليات عدم استمرار الامتحانات، عدم بدء الفصل الثاني بالنسبه للذين اختبروا او بدات اختباراتهم قبل يعني اعلان الاضراب، لن يسلموا النتائج، لن تتواصل العمليه التعليميه، وبالتالي نحن نتمنى ان يتم حل هذه الامور والمشاكل بالشكل المطلوب حتى نستطيع ان احنا نستانف العمليه التعليميه ونستطيع ان ندرس ابنائنا الطلاب والطالبات بشكل الجيد والمناسب. نعم، إذن الدكتور هشام ناجي المسؤول الثقافي بنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من مكة أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء الدكتور وديع العزعزي. مرحبا دكتور وديع. اهلا وسهلا، أفضل الله متاعكم وحي ضيوفك الكرام. اهلا بك دكتور وديع. تصعيد هيئه اعضاء التدريس في جامعتي صنعاء والحديده وربما امتداده الى جامعات حكوميه اخرى، في اي سياق يمكن فهم هذا التحرك؟ بدايه لابد من كلمه تقدير وتحيه احترام واكبار للزملاء في المجلس الاعلى لنقابات اعضاء هيئه التدريس في الجامعات الحكوميه. نعم. تحيه تقدير لكل اكاديمي شريف يحترم مهنته ويدافع عن حقوقه ومتمسك بها. وبالتالي يعني ما قام به زملائنا الاعزاء في الجامعات اليمنيه هو حق مشروع، وهو ارقى ما يمكن ان نسميه بالدفاع عن الحقوق المدنية. نعم. حق الإضراب مكفول في القانون، وزملائنا في الجامعات اليمنية وفي النقابات مارسوا هذا الحق بتدرج بإجراءات متدرجة عبر فترات زمنية كانت إدارة الجامعات وسلطات الأمر الواقع على علم بها، ولكنهم مع الأسف تم تجاوز كل هذه الإجراءات وتم التعاطي معها بسلبية كبيرة، بل والأكثر من ذلك كانت الخطاب الديماغوجي الذي يمارس من سلطات الأمر الواقع خطاب تضليلي، خطاب فيه من التزوير من الحقائق الكثير والكبير بتهمة التخوين، بالتهم الجائزة بأن الوطن بأن ما تقوم به خارج إطار الوطنية وتخدمون المعدوان، تلك المصطلحات الجائزة التي والمعلبة التي تسوق لها سلطات الأمر الواقع وأذنابها.
نعم، إذا استمعنا لحديث الدكتور هشام في صنعاء والدكتور منصور في الحديدة، تحدثوا عن رد فعل إدارة الميليشيا لهذه الجامعة تجاه هذا التحرك للمطالبة بحقوقهم من انتهاكات وأعمال تعسفية، فصل وغيره، ووضع أسئلة امتحانات من خارج كادر التدريس. إن كانت هذه الإدارة حريصة بهذه القدر على استمرار العملية التعليمية في هذا الصرح التعليمي الهام، لماذا لا تدفع إذن مرتبات هؤلاء حتى وإن كان من إيرادات الجامعات؟ يعني ما الغرض من إيقاف مرتبات الأساتذة لهذه المدة الطويلة؟ كيف لنا أن نفهم ذلك؟ وطبعا بداية شيء من يعني من المعيب ومن المؤسف ومن الشيء المشين أن تعامل المجتمع وعلماء الأمة ومفكريها بهذه الطريقة. نعم. يعني ما يمارس على أساتذة الجامعات اليمنية من 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 حرمان وانتهاكات في أبسط يعني قواعد يعني متطلبات الحياة وهو الراتب. يعني هذا الأسلوب نعم، إذا المجتمع ولا أن يقبله، وبالتالي رفض أو استمرار تسويف سلطات الأمر الواقع وإدارة الجامعة في عدم تسليم أعضاء هيئة تدريس رواتبهم، والتي هي فعلا كما أشار الزملاء المتحدثين بأنها بالإمكان أن تدفع، لا سيما مع وجود موارد عالية. نعم. من قبل مع كلية الجامعة وإدارة الجامعة. ولكن أختي الكريمة وأخواني الأعزاء، هذه السلطات وإدارات تتعامل مع لا تتعامل بمنطقة الدولة ومنطقة المسؤولية مع اتجاه المواطنين واتجاه أعضاء الشبكة. يعني ما هي تمارس، هي تتخذ من هذه الأزمات وتتخذ من خطا من مبرر ما تسميه العدوان، يعني مبررات واستثمار لأشياء أخرى. يعني يتم يعني نهب مؤسسات إيرادات الدولة في أكثر من مرفق، وجامعة صنعاء والجامعات من أهم هذه المرافق التي سعت الميليشيات إلى السيطرة عليها منذ بدايات الانقلاب في سبتمبر 2014، في علمها يعني ومعرفتها بأنها توجد موارد كبيرة وظاهرة فيها يمكن أن تستغلها من قبل عناصرها. يعني هذا وبالتالي مسألة التسويف التي تستخدم في أكثر من لقاء مع وزير التعليم، ما يسمى وزير التعليم وما إدارة الجامعة وغيرها، في كل هذه اللقاءات كان زملائنا في النقابات حريصين جدا على طرح حلول ومعالجات، لكن لم يتم العمل بها. نعم دكتور وديع، في أقل من دقيقة لأنه لم يعد هنالك وقت، باعتقادك ما هي أفاق هذه القضية؟ إلى أين تمضي أزمة الجامعات الحكومية في ظل الأوضاع القائمة؟ الأفاق القضية أن يتمسك زملائنا الأعزاء الأكاديميين في يتمسكوا باتباع حقوقهم، بتوحيد الصفوف، بالتزامهم بالخط النقابي المتمسك بالحقوق، أن لابد أن يكون هناك دعم وتحشيد اجتماعي ومجتمعي. لدينا نقابات، لابد النقابات الأخرى أن تحصل دعم، لابد من يعني دعم لهذا لما يجري في الجامعات، على مجتمعنا أن يتحرك، على حكومة الشرعية أن تقدم حلول سريعة لزملائنا وللجامعات. ما يجري في الجامعات لا يجري فقط لسمعة الجامعة ذاتها، وإنما يسيء لسمعة اليمن. هناك شو يعني بدأت تتشكل في المؤسسات الدولية تجاه الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات الجامعة. نعم، وصلت الفكرة. إذن دكتور وديع العزازي أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء، كنت معي عبر الهاتف من مكة، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من الحديدة المتحدث باسم المجلس الأعلى لنقابات هيئة التدريس الدكتور منصور القدسي، وكان معي من صنعاء الدكتور هشام ناجي وهو مسؤول الثقافي بنقابة أعضاء هيئة التدريس، وكان معي من مكة الدكتور وديع العزعزي أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء. هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.